أكد الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استكمال جميع الاستعدادات اللازمة فيما يتعلق بضمان توافر الكميات الكافية من الحيوانات الحية واللحوم الحمراء والبيضاء استعدادا لشهر رمضان المبارك. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير دكتور خالد، ولو تحدثنا عن استعدادات الثروة الحيوانية فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك. مساء الخير عليك وعلى الاخوان المشاهدين قناه البحرين الفضائيه. في البدايه طبعا اسمحي لي ان ارفع اسماء التهاني والتبريكات لسيدي صاحب الجلاله الملك البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى الخليفه، والى صاحب سمو الملكي الامير سلمان بن حمد رئيس الوزراء وولي العهد بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك. دعني المولى سبحانه ان يعيد هذه المناسبه على مملكه البحرين وعلى المقيمين بمملكه البحرين باليم والبركة. طبعا تعكف وكالة الثروة الحيوانية استعدادا لحلول شهر رمضان على تكثيف التجهيز إلى 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 إعداد السلع الأساسية لهذا الشهر المبارك، وهي اللحوم، وهي السلعة المطلوبة في هذا الشهر. من خلال ما تم استيراد حوالي ما يعادل من 32,725 رأس من الأغنام والأبقار والجمال، موزعة على 30,000 رأس من الأغنام و2681 رأس من الأبقار و44 رأس من الجمال. طبعا هذه الكميات تأتي دائما باستعداد من خلال تجار المواشي والشركات اللي هي تتحمل على عاتقها توريد هذه الشحنات من الدول اللي فيها القطعان المواشي بكثافة. أيضا هناك تم استيراد حوالي 8,000 طن من اللحوم الدواجن المبردة والمجمدة، فتصل إلى 4,000 طن من المتوقع وصول المزيد أيضا من المواشي واللحوم المبردة أيضا في الأيام القادمة. الجميع أمانة متكاتف في أن تكون هذه السلعة متوفرة وفي أسعار متناول الجميع. نعمل أيضا نحن في وكالة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أن نضمن سلامة هذه السلع بدخولها وسهولة دخولها إلى مملكة البحرين، فنطلب شهادات صحية ونطلب شهادات الحلال بالنسبة للحوم المبردة. طبعا هذا الشهر المبارك الجميع يستهلك هذه اللحوم، ونشدد على جميع المسلكين للأغنام والأبقار والمواشي أن يتأكدون أن يكون ذبح في المسالخ المرخصة من الوكالة، على اعتبار أن هناك مسالخ في مسلخ موجود بالهملة ومسلخ أيضا موجود بسترة في شركة المواشي وشركة البحرين للمواشي. يبتعدون عن المسالخ العشوائية لضمان سلامة وصول استلام اللحوم بشكل سليم ومفحوص بشكل صحيح. نعم. رغم جائحة كورونا إلا أن احنا لله الحمد الأسواق موجودة والمخزون اللحوم يلبي طلب الأسواق في مملكة البحرين. نعم الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.